كلمة في مقابلة ومع السيناريو ديال المباراة ما كناش كنتسناوه يكون بهذا الشكل، خصوصا من بعد شجنا الهدف الاول ورجعوا الفريق ديالنا بالتسفي عاود شجنا من بعد ما كانت هناك عدة فرص بالنسبة لنا ديال التسجيل باش نوقفوا المباراة. ونفس الشيء في بداية الشوط الثاني بدينا بجوج ديال المحاولات باش نوقفوا المباراة، انفراد ديال الحميد حداد الحارس وكذلك نقوم في القائم التالي اللي كنا نقضي المباراة، ولكن اللي كيتطلب اللاعب في الدقة 56 مع المجهود اللي قايمين به اللاعبين طيلة هاد الأسابيع أو الأسبوع أو 10 أيام ثلاث مباريات يعني مسترسلة وحدة عندك يومين، أكيد بأنه كاين من ناحية الإرهاق البدني وتزيد الطرد وتلعب ناقص في الوقت اللي كنا غنمو التغييرات باش نرمو الصفوف ونزيدو نعطيو يعني الإضافة في وسط الميدان وفي الهجوم، فالطرد أظن بأن خطر علينا كثير وحتى التغييرات اللي درنا بالنسبة للاعبين أظن بأنهم ما دخلوش بشكل اللي كنا كننتظرو فيه في المباراة، و جا الهدف الثاني ديال التعادل. فأنا كل القرارات ديال الحكم كنحترمها أكيد، ولكن كنت نتمنى باش يرجع للبار باش يشوف الهدف الثاني واش كان فعلا واحد من الشروط هناك، ولكن هو جا قال لي الحكم ديال الشرط بأنه راه لمست في الجيش ديال اللاعب، ولكن لمست ماشي أنقص لأن اللاعب اللي مررها هو اللاعب ديال أولمبيك أسفي، فكان على الأقل يرجع للبار وعلى هذا كيتأكد. فأظن بأنه في ظهر في مباراة بهذا الشكل يخرج ورقة حمراء خاص تريد فيها واحد شوية لأنه باش ما يكونش تميل الكفة ديال الفريق لفريق، أكيد بأن المخرج لاعب ولا عدم توازن ديال الفريق، صحيح هذه حقيقة. هناك إحباط أكيد لأنه ما كناش كنتسناو يعني هذا السيناريو، وبالرغم بأن شفتو بقينا يعني كنقاومو باش نرجعو غير التعادل على الأقل، فهنا كلمة عجز باش نلقاها باش نكون مبرور باش أحسن شيء بأنه نقدر نقول فوق طاقتي كلا تلا. شكرا سي رشيد. واخا ناخذ سي يوسف. سي رشيد منذ التولي ديالك على الفريق أكيد أنك ماشي تصدر في الفرقة، ولكن واش للدرجة هذه أن ما كاينش حلول هجومية؟ واش لدرجة أنك دائما تو انسيست على واحد اللاعبين أنت كنت تقول لك يعيو حامد حداد لماذا ما تجربش مثلا من جديدة؟ 5 ميليو علاش ما تلعبش افيك اون اتاك باسكو انت لاعب كازا في سكر واحد، شنو هو الميساج اللي كتوجه خاص ندير فاش انت كتلعب واحد ميليو افيك 5 ودائما تواري جيت احداد واحداد ويلتيبلي لي كورس واحد الوقت كان خصو يخرج او ولا كان خصو ان بوتي شونجمون ديال يدخل بجديد ونشوفو باسكو كتقول اللاعبين كيعيا، ولكن فاش بغيتي كتلقى دابا هاد الشي لاعبين ما لقيتيهمش بحال باغين باغا بحال لاري درويدز وين بوخوا النهيري اليوم واش فعلا انك تقدر انك تو في دي فور سورتو في لو كونس دو ديبا تقديري ابري ما سهله بحال دابا مثلا النهيري كاري درو عمرو ما عطى دونك ولي جاو من جوج ديال الاخطاء واش كتقول بان اخطات اليوم هاد المباريات سي يوسف ديال ماشي ديال تجرب، هاد المباريات اللي خص تجربه اللاعبين ديال تجربه، اظن بانه النهيري في المباريات اللي لعب ما كانش خايب علما بانه حتى البدوي اللي هضرت عليه ديال سمان النيجا راه لعب المباراه ديال مجدة وقام بمباراة جيدة، ولكن تيظهر لي بان شتي وخرج الدقة 65 في المباراة السابقة وهو بنفسه قال لي انا ما مستعدش لانه توقف واحد الفترة كثيرة ما يجيش من بعد ما رجع وتصاب اون بليس باش نرجع وندخلو في يعني في مباريات تنقول انا سيدي فينال هذه حارق المباريات ماشي ديال الاسرى، وشفتي يعني النهيري بالنسبه للعطاء ديالو هذا كيبقى انت، ولكن التمريات ديالو كلها اللي كانت حاسمه اللي عطى الضربات شفتي بانه كما قلت
شحال من بلاريتي ضربها، شحال من كرات مليره مرها، والنجومه هذيك اللي كيسجلها وكذا. هنا بالنسبه لنا اما فيما يخص المهاجمين، اكيد بانه الوسط الميداني عنده حس هجومي، واللي تيعطي معناتها الزريده اللي ولا هجومي تيسجل، ولا نجومه كذلك تيسجل. ولكن قلت لك الاطوار المباراه راه تغيرت بحكم بانه الطرد كثير بزاف، وحنا دايرين في السيرارو ديالنا باش غادي نزيدو نعزو باش بجديده، لان بجديده مثلا المباريات كلها شوف هما كان تيدخل من الاول المردود ديالهم ما تيكونش كامل، انا كنعرف اللاعبين مستواهم، يعني معاشرهم في الاسبوع تنعرف ما تيعطيش، ولكن ملي كيدخل ك ك ك ك كاحتياطي وكيزيد دائما كان كيتسجل ورجع لكل مباريات. ف اظن بان التغييرات كانت موجده السيناريو ديالها، على اساس بنزي يولي هو وحميد احمد باش نرجعو، لانهم هما لعبوا بواحد ثلاثه ديال المدافعين قارين، ثلاثه خمسه جوج، وكنا زايدين ناويين غادي نزيدوه في واحد الدقائق، ولكن ملي كيضطر يلعب في واحد البدايه ديال الشوط الثاني 56 دقيقه، وشفتي بانه نقطه اخرى ما سمعتش فيها بانه في التسخينات كنت غادي يعني حتى الارجون كان كنحس بواحد بتيت كونترات او نيفو ديال السبيو جونغي ولا ديال لي زادكتور، ولكن تنعرفوا بانه وشفتوا الدور اللي قام به في وسط الميدان تيظهر ليا تما تتكون المعركه، خصوصا مع واحد الخصم اللي متكتل تيلعب لك جوج ديال الخطوط وتيلعب على الكرات المرتده، يعني سريع في الكرات المرتده راه خطرين وعلى اكرام فين كانوا خلقوا عده فرص ديال التسجيل. فتيظهر ليا بانه قلتها واحد الوقت وراه قلت فوق الطاقه ديال الكلام، ولكن تنقول حتى بالنسبه للتركيبه كما قلتي المسؤوليه ديالها، ولكن في الاختيارات ديال اللاعبين في الاختيارات ديالهم ما كانش دعم ديال المهاجم من واحد المستوى اللي كبير. انا ما بغيتش باش ما نبقاش اللاعبين، ولكن هذا راه فريق الرجاء، فريق الرجاء ملي كتفقد كما قلت لاعبين بحال مونغو بحال رحيمي بحال حفيظي، ف اكيد بانه كتاثر على التشكيله وعلى الاطار ديال الفريق. وشفنا حميد احداد كما قلتي ماشي قضيه الارهاق، بالنسبه ليه تيبقى دائما واحد ان بوازون لانه يقدر في اي لحظه يقول هذا، والعطاء ديالو شفتي هنا حميد احداد دائما انه راه معياش، ولكن تيظهر ليا بانه المسانده ديال حميد احداد اللي كانت وكانت فعلا شفتو زيده شحال غلط في المربع ومشى وعطى تمريرات كان يسجل كاع حتى واحد هذا في السنغوما كما قلت لك مشى. واكيد بانه هاد اللاعبين اللي سبق ليهم يعني لعبوا بيناتهم، لان الان ديناميك ديالو سي لا كويزيون كيكون سون كويزيف. انت تقول لي بابا بيني اظن بانه هو مهاري، ولكن المهارات واش كافيه انت باش تكون عندك واحد المردود، لانه خصك تشتغل في الشق الهجومي والشق الدفاعي، سينو غيكون عندهم توازن. وانتم ما شفتوش شحال من كره بالنسبه ليه في وسط الميدان، شحال من كره كانت تولي علينا عاكسه، وشتي هو بالنسبه ليه حتى بالنسبه للجمهور اللي كيحس بانه عنده الامكانيات التقنيه مزيانه، ولكن واش كيوظفها افيك اون افيكاسيتي بالنسبه ليه. Et ça, je sais, je connais les joueurs, je connais la valeur des gens comme on dit. Les assassins, les assassins, les assassins, فتيظهر ليا بانه الا ما عطيتش مجموعه اكيد بانه غادي الان غنقول بالنسبه لنا الموسم الجاي مازال ما انتهاش، مازال ثلاث مباريات، وعندنا كذلك مباراه ديال الكاس اللي بالنسبه لنا هدف اخر اللي نستريم. ف كما سبق وتكلمتي بانه بالنسبه لنا الرجوع في الديربي كان بشكل قوي، ورجع الامل لينا. غير هو بانه راه كذلك المباريات المستقصله اكيد كتنال شي شويه من اللاعبين، خصوصا اللاعبين اللي رجعوا كذلك من الاصابات. هنا شفنا فرحت كثير باش رجع لي العرجون منذ وقت كبير ما لعبش، كذلك اللاعب زكريا الوردي وكتعرفوا الدور ديالو،
ولكن بالنسبه للايقاع ديال المباريات اللاعبين خص المباريات باش يمكن هذا اليوم تيظهر لي هذا السيناريو ما كناش ضاربين عليه الحساب وما غنقولوش نتاسفوا لانه للاسف ما غادي ندير هذا ولكن كما قلت واحد الوقت ممكن البعض يمكن ترجمه هذا بان عندنا نقص فعلا في الخط الهجومي لفريق الرجاء.